Take Joshua and get to safety. I'm not going without you. I'm going to hold the enemy here while you make your escape. Your Highness! Run! No! God! Joshua! يعطيكم العافية أصدقائي، معكم تمارا من سنيك جيمز، واليوم جبت لكم فيديو عن أحدث تسريبات فاينل فانتسي 16. أعلنت سكوير إينكس عن موعد إطلاق اللعبة وهو في 2023-22 جون، وأيضا أعطتنا معلومة جديدة عن اللعبة. Revenge is a weapon and I sometimes wonder if I'm controlling it or if it's controlling me. هاي كلمات كليف روزفيلد، وأتوقع كأنه سكوير إينكس عم تعطينا هنت للكونسبت اللي راح تدور حوله أحداث قصة اللعبة. وطبعاً مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقة إنه المين كاركتر اسمه كليف روزفيلد، المحارب الذي لقب ب First Shield of Resiria، الذي أقسم على حماية أخيه الصغير جوشوا ذا فينيكس. بشكل عام اللعبة حصرية على بلايستيشن 5، وهي من أقوى سلسلة ألعاب فاينل فانتسي، ورح تتفوق بأسلوب اللعب على فاينل فانتسي 14، مع إنها شبيهة بطريقة القتال وأسلوب اللعب. اللعبة أكيد راح تدعم نظام الـ 4K، وراح نشوف فيها الـ Epic Clashing Exciting Battle اللي راح تحمسنا أثناء اللعب. لطالما أبهرتنا سكوير إينكس في قصصها الخيالية المحمسة اللي بتاخدنا لعالم آخر مليء بالمشاعر من غضب، حزن وإثارة، تبقى دائما بالذاكرة والقلب. وبلا طول سيرة بترككم مع باقي الفيديو الحماسي يتحدث عن نفسه، وهو أصلا بغنى عن التعريف. كانت معكم تمارا وكنتم عم بتتابعوا سنيك جيمز. لا تنسونا من دعمكم ومشاركاتكم. بأمان الله. Revenge is a weapon. I sometimes wonder if I am controlling it, or if it's controlling me. To the truth that awaits me, I will press on. Good boy. What do we do? The usual. 13 years I've waited for this chance. I won't be dying today. Come to me, Ifrit!